بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة، ثلاثة أصول. لكن قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة، عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا لا ندرس مثلا الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية مثلا؟ تقول أن التوحيد هو حق الله العبيد، خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، تكثير الحسنات تكثير السيئات. ثم قد يسألك سائل، تمشي في الطريق ويسألك سائل يقول: هل أنت مسلم موحد؟ تقول: نعم أنا موحد. يقول: ما هذا التوحيد؟ إذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد يقول: أنت كاذب. كيف الله سبحانه وتعالى يجعل التوحيد أوجب الواجبات عليك ولا يقبل أي عبادة إلا به وأنت لا تعرف التوحيد؟ وأيضا قد يسألك سائل يقول: هل أنت مشرك؟ إيش تقول؟ تقول: أعوذ بالله، أنا لست بمشرك، أنا موحد. يقول: ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قلت أنا لا أدري ما هو الشرك نقول: لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. إذن أهم ما عليك تعلم التوحيد، وأهم ما عليك تعلم الشرك حتى تحذر منه وتحذر منه. هذا السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني: لماذا اخترنا هذه الليلة أن ندرس الأصول الثلاثة وبدأنا في التوحيد بهذا المتن المبارك؟ لأننا طلاب، الطالب لا يتكبر، الطالب لابد يتواضع، ولابد أن يمشي في العلم على النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. والعلماء رحمهم الله تعالى أرشدوا أن الطالب أول ما يبدأ به يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بمتن الأصول الثلاثة. السؤال الثالث: ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت. فعندما تأتي إلى القبر تسأل أسئلة ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ السؤال الرابع: ما الثمرة التي نجنيها من دراستنا؟ بعض الطلاب يقول: أريد جائزة، أريد فائدة من هذه الدراسة، ما الفائدة؟ نقول: الفائدة بإذن الله أننا إذا تعلمنا الآن أصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. هذه من أعظم الثمرات والفوائد. السؤال الخامس والأخير: أي كتاب تقتنيه أو أهدي لك كتابا، إيش تصنع في هذا الكتاب؟ أقل شيء ما تصنع في هذا الكتاب قبل أن تضعه في الرف في المكتبة تقرأ المقدمة والفهرس، هذا أقل شيء إذا لم تقرأ الكتاب بأكمله. لو أردنا أن نفارس هذا المتن نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. القسم الأول: المسائل الأربع، علم، عمل، دعوة وصبر، سورة العصر. القسم الثاني: المسائل الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. القسم الثالث: لماذا ندرس التوحيد. القسم الرابع: شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر. القسم الخامس: خاتمة هذا المتن المبارك، والله أعلم. نعم نعم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ الدرس الماضي؟ نعم، المحضر الدرس الماضي. هذا الدرس ماذا أخذنا؟ هذا الدرس يعني لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، لماذا؟ أن نقول أن نحن موحدين، فإذا لأنك تقول موحد ولا يمكن أن تقول موحد وأن أنت لا تعرف التوحيد، لابد تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو إليه، قول وعمل واعتقاد لابد. نعم، ماذا غيره أخذنا؟ نعم، قد يسألك سائل يقول أنت مشرك، تقول لا، لابد أن تعرف الشرك وتحذر منه لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا منه. نعم يا أخي. لماذا ندرس أصول الثلاثة؟ الله يفتح عليك. يقول: لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ لأننا طلاب، الطالب لا يمكن أن يطلب العلم على ما يحب. يعني هذا الأخ مثلا أراد أن يصبح طبيبا مثلا في الأسنان، إيش يصنع؟ يأخذ بعض المعدات ويقرأ بعض الكتب ويفتح مكان ويكتب عليه طبيب أسنان، صح؟ لا يمكن، لابد يرجع إلى أهل الاختصاص. لو ترجع إلى أهل الاختصاص
ترجع للعلماء. الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لابد نرجع للعلماء في طلب العلم. لا تطلب العلم على ما تحب، كما أنك لا تطلب الطب على ما تحب. الله تمام. نعم يا أخي. لأن الأصول الثلاثة كمثل الأسئلة الثلاثة. نعم. يقول ما هي السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك. فأي واحد يقول لك إيش الأصول الثلاثة، تقول هي أسئلة القبر: من ربك وما دينك ومن نبي. لابد هذه الأسئلة تتعلمها وتعرف الإجابة عنها. صحيح. وقول وعمل واعتقاد. نعم، يمكن أن نفهرس ونقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. ما هي؟ الأول المسائل الأربع: سورة العصر، العلم والعمل والدعوة والصبر. القسم الثاني أنواع، لا أحد يتكلم، الأسئلة الثلاثة. يأتيك الدور. نعم. الثالث لماذا ندرس التوحيد. الرابع شرح الأصول الثلاثة. والخامس الخاتمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، آمين والله أعلم. إذن تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة ومدخل لدراسة هذا المتن المبارك. الآن نبدأ بدراسة المتن. أول قسم قلنا في هذا المتن ما هو؟ أول قسم عندما قسمنا الكتاب إلى خمسة أقسام: المسائل الأربع جمعت في سورة العصر. إذن هذا الدرس الأول. إذن لابد أولا أن نتعلم، لا يمكن أن نعمل بلا علم، ولا يمكن أن نتعلم ولا نعمل. أول شيء تتعلم، تعلمت تعمل حتى يجتمع العلم على العمل. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار، نسأل العافية والسلامة، ثلاثة: منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به. إذا نتعلم أولا، تعلمنا نعمل، عملنا لابد أن ندعو بهذا الذي تعلمنا وعملنا به. ثم نصبر. تصبر على ماذا؟ تصبر أولا على العلم، ثم تصبر على العمل، ثم تصبر على الدعوة. تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر. ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ سورة العصر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كل إنسان فهو خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر صبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. ليس معنى هذا أن الإمام الشافعي لا يريد نزول القرآن، لا، يقول هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق، فما بالنا بباقي سور القرآن. وكل إنسان سواء مسلم أو كافر يريد الربح والخسارة، الربح. إذا من أراد الربح لابد يأتي بهذه المسائل الأربع. العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، نصبر على الصلاة، على الصيام، على الحج، على الزكاة. الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب، نصبر عن المحرمات، عن المعاصي، عن الربا، عن الزنا، عن الفواحش. الثالث تصبر على أقدار الله، ما يقدر الله عليك: مرض، فقر، ابتلاء، والله أعلم. نعم، ماذا أخذنا؟ المقدمة وفيها أربع مسائل. هذه المسائل هي: أولا لابد نتعلم، ثم نعمل، ثم ندعو، الأعذاف. صحيح. لو قال لك قائل: الآن هذه النار، وهذا الصغير يمشي ويكاد يسقط في النار، تتركه أو تنبهه؟ من ينبه في الجميع هنا؟ من الذي يجب عليه أن ينبه؟ لا، هذا فقط يجيب. الكل أو واحد شخص بعيني أو هذا بعيني؟ الذي يرى حال هذا. تمام. هذا في نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ نسأل العافية والسلام. كيف أنت ترى الآن
الكفار أوشكوا الوقوع في حفر النيران، تراهم بعينك الآن أنت وأنت عايش في هولندا، صدق والله، ما تحذرهم؟ تأثم أو لا؟ الآن لو يمشي قلنا الصغير هذا ويكاد يسقط هنا وأنت تراه ومطلع على حاله ولم تنبهه سقط، تأثم؟ يضمنك السلطان القاضي يضمنك؟ نعم. فكيف بنار الدنيا وأنت ترى الآن؟ فلماذا ما نعلم الناس التوحيد؟ في فرق يا أخواننا بين الفتوى، الفتوى هذه لها كبار العلماء، لها القضاة الشرعيين، أما الدعوة إلى الله الذي لا تشك فيه 1%، هذا لابد تدعو إليه. بالله هل يشك واحد فيكم في التوحيد؟ هل يشك واحد فيكم في وجوب الصلاة المفروضة 5؟ إذا هذا ليست بفتوى، هذه دعوة، الدعوة الذي لا تشك في 1%، هذا لابد تدعو إليه. أما الفتوى لا يمكن أن نتكلم بها أبدا. نعم، ما الدليل على المسائل الأربع؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم يا أخي، أقسام الصبر الثلاثة، الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، عن معصية الله، ما يمكن يقول على، نعم عن، حتى تجتنب. والثالث أقدار الله، ما يقدر الله سبحانه وتعالى عباده. هذا هو القسم الأول. كثير من الناس يريد جاهد ويقول أنا لماذا لا أجاهد؟ أول من تجاهد لابد تجاهد نفسك، وجاهد الشيطان، وجاهد النفس والشيطان واعصهما. أول من تجاهد تجاهد نفسك. كيف أجاهد نفسي؟ بسورة العصر. تريد من الكافر يصلي صح؟ يتعلم التوحيد، يصوم صح؟ إذا لابد أولا أنت، إذا تجاهد نفسك بهذه المسائل الأربعة قبل أن تفكر في الجهاد، في جهاد يعني الكفار والمنافقين أو ما إلى ذلك، سيأتي معنا بإذن الله تعالى والله أعلم. لو يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ إيش تقول؟ يقول ما هو التوحيد؟ يقول بين لي التوحيد، كيف أكون موحد مثلك؟ ما هو التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد والذي كفار مكة أبوا أن يقولوا به؟ يعني أبو جهل يعرف التوحيد صح؟ والله يعرف، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فرعون أبى أن يقول، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل رأس الكفر يعرف التوحيد، وعندنا أناس يدعون الإسلام وهو يعرف التوحيد. الآن لو جاءنا كافر وراد الدخول في الإسلام، هل يكفي أن يقول لا إله إلا الله بلسانه؟ والله ما يكفي، لابد من قول وعمل واعتقاد. إذن التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا معنى أن التوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول من التوحيد، توحيد الربوبية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد. الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يا أخوان نحن طلاب، الطالب يحفظ التعاريف التي أتى بها العلماء كما هي حرف بحرف. لو قلت في تعريف الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه، التعريف خطأ. إذا لابد أن نضبط التعريف الشرعية كما ذكرها العلماء. أصبحت عالم، عرف اللي تريد. أما الآن أنت عالم أو طالب، طالب لابد تسير على التعريف التي ذكرها العلماء والله أعلم. نعم، ماذا أخذنا؟ أخذنا أن التوحيد
إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جزاك الله خير. نعم. نعم، توحيد الألوهية الذي يختص بالله تعالى. توحيد الربوبية. توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كلها يختص بها الله سبحانه وتعالى. بأعمال الله تعالى. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. تمام. هذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النوع الثاني توحيد الألوهية. النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العباد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. هذا التوحيد هو الذي حصلت فيه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. تمام. الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الصفات فقط من الكتاب والسنة، لا مجال للعقل والاجتهاد، وذلك بإثبات، يثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزه الله سبحانه وتعالى مماثلة الخلق، وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. نعم. الله أعلم. الآن نبدأ في القسم الثاني. القسم الثاني قلنا ما هو؟ أول قسم قالوا المسائل الأربع من الكتاب. القسم الثاني، القسم الثاني الأصول الثلاثة. الله يفتح عليك. لا، القسم الثاني أنواع التوحيد الثلاثة. المسائل الثلاثة، هذه هي المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة أسئلة القبر، هنا المسائل الثلاثة. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية، لا يعبد إلا الله، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، نبي ولي جني صالح ملك. طيب، المسألة الثالثة وسطية التعامل مع غير المسلمين، كيف يتعامل المسلم مع اليهودي مع النصراني مع المجوسي مع الملحد. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط. قسم يتعدى الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال، لا يفي لهم بالعهود، وقسم يختلط بالكفار حتى تظن أنه واحد منهم في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في لباسهم، وقسم يتوسط وهم أهل السنة والجماعة، سأل الله يجعلنا وياكم منهم، لا إفراط ولا تفريط، نفي لهم بالعهود، لا نتعدى لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال، ومع هذا لا يمكن أن أشارك الكافر في أعياده في احتفالاته في طقوسه في لباسه، أبيع وأشتري نعم، أدعو إلى الله نعم، واجب من واجباتي أن أدعو الكافر أنصح له، المسلم ناصح لا يغش الكافر، لا يقول له أنت إذا بقيت على ما أنت عليه أنت ما شاء الله في سعادة وفي رخاء، ويقول له سنة سعيدة، ما يمكن، ما يمكن المسلم يقول الكافر سنة سعيدة، إذا قال له سنة سعيدة كأنه يقول له اسعد في هذه السنة بالكفر بالله، لا، يقول هذه السنة هي تعيس عليك، أنا أخاف عليك من النار. فبهذا نتوسط، لابد أننا نفرق بين المسلم وغير المسلم، كما أننا نفرق الآن. هل هناك فرق بين اليهودي والنصراني؟ نعم، في الاعتقاد نعم، في اللباس نعم، في الدعاء في العبادة نعم، طالما نفرق بين اليهودي والنصراني، لماذا المسلم لا نستطيع أن نفرق بينه وبين اليهود والنصارى؟ لابد أن نفرق. ليس معنى هذا أننا نتعدى عليهم بالقتل، وليس معنى هذا أننا نشارك هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم، نتوسط كما توسط النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. تكلمنا عن القسم الثاني. الله يفتح عليك. يقول تكلمنا عن القسم الثاني، ما شاء الله الآن بدأ النشاط. نعم. القسم الثاني، القسم الثاني ما هو؟ أنواع التوحيد الثلاثة. وقلنا أن المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه بالربوبية بالأسماء والصفات، المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله، المسألة الثالثة
وسطية التعامل. ولابد أن نميز بين اليهودي والنصراني والمسلم. المسلم لابد يتميز، لكن هذا التميز لابد أن يكون بالوسطية. الوسطية لا يمكن أن تأتي إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو القسم الثاني، المسائل الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة لا إشكال. نعم، والله أعلم. القسم الثالث ما هو؟ القسم الثالث يا أخي أنت ولا هو؟ تعرف؟ أنت من أنا؟ نعم، من هذا الكتاب. تعرف؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، لماذا ندرس التوحيد؟ مهم جدا. الآن لو معك جوال أعطيني هو. أعطيني، ما عليك، لا تخاف، أرجع بإذن الله. فهذا الجوال، الجهاز، جهاز متطور متقدم، آيفون. أنا أفتح هذه الماء الآن، ما عليه، وأصبها كذا وأشرب، ماذا؟ هذا لا يستطيع يتحمل، يرى هذا الموقف يسحب من الجهاز، صحيح أو لا؟ صح؟ لماذا؟ يقول لماذا أنت تشرب في هذا الجهاز؟ هذا الجهاز صنع لشرب الماء؟ لا. صنع أدق به؟ لا. هذا صنع للاتصال. طيب، والذي يصنع غير هذا يشرب بالجهاز، ما نقول عنه مجنون، صح أو سفيه؟ يجب أن نحجر عليه، يعني نأخذ منه الجوال وقل امشي عند السلطان، هو يحاسبك، صحيح؟ طيب، أنت خلقت لماذا؟ لتلعب؟ لتأكل؟ لتشرب؟ لتنام؟ إذن خلقت لغاية وهي العبادة. إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون، مثل الذي يأخذ الجوال ويصب على الماء ويشرب. ولهذا إذا اشتغلنا في هذه الدنيا بعبادة الله والله نسعد. ولهذا الكل منا يتمنى أن يأتي شهر رمضان. لماذا؟ لأن تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر، مع أن في رمضان أكل قليل ونوم قليل وعمل كثير وصيام وقيام وقراءة قرآن ودعاء، صحيح؟ لماذا ترتاح في رمضان؟ لأنك تسخر هذا البدن فيما خلق له، ترتاح. ومجرد انتهى رمضان ممكن تتعب. ولهذا بفضل الله لا تسبع أن أحد من أهل الإسلام دخل إلى المسجد الحرام، مسجد نبوي، أي مسجد من المساجد وانتحر، ما تسمع إلا نادر، والنادر لا حكم له. لكن تسمع ملايين الأشخاص ينتحروا أين؟ في الملاهي والمراقص والأماكن يدعي فيها هؤلاء أنها أماكن للراحة. حتى أن بعض الدول عندكم عرفت بسياحة الانتحار، اجتمع الاتحاد الأوروبي ومنعوا هذه الدولة من السياحة، قالوا ممنوع فقط الانتحار من كان من هذه الدولة. نعم، وعرفت بعض الدول الغنية في أوروبا بماذا؟ بكثرة الانتحار. لماذا؟ لأنه سخر هذا البدن في غير ما خلق له. إذا خلقت لغاية وهي التوحيد، إذا اشتغلت بهذه الغاية والله سعدت. شيخ الإسلام رحمه الله أدخله السجن ظلما. تخيل أن أنت شيخ إسلام وأدخلوك السجن وأردت أن تكتب من السجن رسالة لأمك، إيش تكتب؟ تقول ظلموني حكام كذا كذا، صح؟ وأنا شيخ إسلام. هذا من السجن يكتب رسالة لأمه، كتب في أول رسالة بعد البسملة والحمدلله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد فما زلنا في ازدياد، وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا أين؟ في السجن. لو خرج إيش يقول؟ أراد أن يكتب رسالة لإخوانه، يعني لطلاب من السجن، كتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث،
هو قال رحمه الله قال المسجون من سجن عن ربه. عرفت من المسجون؟ من سجن عن ربه، يعني لا أعرف التوحيد والله أعلم. نعم، بعد هذا نتكلم عن الأصول الثلاثة. أول سؤال تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ من ربك؟ بماذا تجيب؟ لابد تتعلم الآن هنا الإجابة، تقول ربي الله الذي رباني أي خلقني ورزقني. هذه تربية للظاهر للبدن، وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تربية إذن للظاهر وللباطن، وهو ربي وهو معبودي. لماذا أعبد الله؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لابد أن يعبد، ولا يعبد لله سبحانه وتعالى. كل عبادة تصرف لغير الله هذا شرك أكبر. لو مرة واحدة في حياتي سجد لغير الله، ركع لغير الله، طاف حول القبور، شرك أكبر، مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب إذا مات عليه. إذن هل معنى هذا أننا نكفر الناس؟ لا، نحن بهذه الدراسة نريد نحذر ونحذر من الشرك. أما الحكم على أشخاص فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، هذا ليس لنا كبار العلماء قضاة الشرعين. أنا واجب الآن أن أتعلم أحذر من الشرك وأحذر منه. فكل عبادة تصرف لغير الله فهي شرك أكبر، مخرج من الملة، إذا مات عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار والله أعلم. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أي عبادة تصرف لغير الله قلنا الشرك أكبر. الثاني دعاء المسألة، دعاء الطلب، أقول للشيخ أعطني كاسة ماء، قارورة ماء، هذا دعاء طلب. هذا دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. يأتي لقبر إنسان ويطلب منه الولد، إنزال الغيث، هذا لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت، شرك أكبر. أما أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا يصح بشروط أربعة: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب، يعني هذا في هولندا ينادي الولي الذي في الهند، لا يمكن. الثالث أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز، يعني أنا أطلب كاسة ماء من إنسان مشلول لا يتحرك، لا يمكن. الرابع أنا أعتقد أن هذا سبب لا يضر ولا ينفع، وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. توفرت هذه الشروط الأربعة يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، وإلا كان هذا شركا. مثل الدعاء الاستعانة، أنا أقول للشيخ أعني في حمل هذا الدولاب في هذا الكرسي، يصح أو لا؟ ننظر، توفرت هذه الشروط الأربعة يصح وإلا فلا. فلان غرق الآن في البحر هنا وينادي هذا يقول يا فلان أغيثني، يصح؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. هذا الأستاذ يريد أن يقبل في الجامعة وجاء للشيخ قال أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الجامعة، هذه الشروط الأربعة وجدت، يصح هذا وإلا كانت شركة والله أعلم. أخذنا في الدرس الماضي أقسام الدعاء. نعم، ينقسم الدعاء لقسمين. نعم. الأول دعاء العبادة، دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، صلى صام حج لغير الله. الثاني دعاء إدارة، دعاء مسألة، دعاء طلب، وهذا ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بكم شرط؟ بشروط أربع: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، من حاضر لا من غائب، قادر لا من عاجز. سبب: ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار. تمام. مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بهذه الشروط الأربع. اختل شرط من هذه الشروط الأربع انتقل هذا من الجواز إلى الشرك والله أعلم. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول خوف عبادة وتعظيم،
نخاف من الله لنعبد الله، الخوف عبادة، ونخاف من الله لنعظم الله. ولا يمكن أن نخاف من سوى الله كخوفنا من الله، كما نخاف من الجن مثلا أو من أصحاب القبور، شرك أكبر. هذا الأول، خوف يجب أن يصرف لله، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه الإنسان، يخاف من النار، يخاف من اللصوص، يخاف من قطاع الطريق، فخرج منها خائفا يترقب، لا إشكال. الثالث خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. كلنا يذنب، فهذا أذنب ويخاف يستغفر، يقول هذا خوف محرم. والد هذا قال اليوم ما تصلي مع الجماعة، يقول لا طاعة، ما أخاف منك. هذا الخوف، هذا خوف محرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا الخوف ثلاثة أقسام. كذلك أيضا الذبح ثلاثة أقسام، ذبح لله هدي أضاحي عقيقة صدقات، ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، يذبح للجن لأصحاب القبور شرك أكبر. الثالث ذبح جائز، يذبح حتى يأكل، يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم. بعد هذا التوكل. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. إذا لابد في التوكل من ثلاثة أشياء. هذا الشيخ أراد أن يحفظ القرآن وقال أنا متوكل على الله، نسأله هل أنت صادق؟ قال نعم صادق، لا أكذب في هذا، في اعتمادي على الله لا على غير الله. هل أنت واثق؟ قال واثق 100%، لا أشك طرفة عين أن الله سبحانه وتعالى ميسر لي حفظ القرآن. هل تأخذ بالأسباب؟ قال ماذا؟ قال تراجع يوميا؟ قال نعم. لديك شيخ تعرف عليه؟ قال نعم. إذن هذا معناه أنه متوكل. ولو جاءنا آخر قال أنا متوكل على الله في حفظ القرآن وينام ولا يراجع، نقولها أنت متواكل. إذن لابد في التوكل من صدق وثقة وأخذ بالأسباب والله أعلم. الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. الصحيح الأول هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب حسية كالدواء وشرعية رقية شرعية. هذا الأخ لديه ألم في بطنه فأخذ يقرأ على بطن الفاتحة، سبب أو لا؟ سبب شرعي رقية شرعية. وهذا الأخ أخذ شيء من النعناع، شيء من الأعشاب، وضع عليه شيء من الماء الحار وشرب، سبب؟ سبب. أو أخذ دواء مثلا وشرب، سبب محسوس، تمام؟ إذن هذا القسم الأول، يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية رقية كالرقية، حسية كالدواء. الثاني، بعض الناس هدانا الله إياه يعلق على البيت، على السيارة، على الأولاد أشياء، منها رأس ثور، رأس أسد، حوت، عين، كف، حافر الفرس، بعض الأشجار، بعض الخرق، بعض الكتابات، بعض القطع التي تكون من الحيوانات الميتة، جلود كذا. أو يكتب بعض الكتابات على البيت، يكتب عين الحسود لا تسود مثلا. لماذا يا أخي تضع هذه الأشياء؟ قال لأنها جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب لدفعين، نقول هذا شرك أصغر. وإذا قال لا هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، هذا شرك أكبر. يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد، لديه دور بيوت، صحيح؟ لديه دواب، ما وضع شيئا من هذا، ولا الصحابة رضوان الله عليه. فلماذا نضع نحن؟ من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على من؟ قال على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن لا يمكن أن نصنع هذه الأشياء، وهذه كثيرة موجودة عندنا في هذه الأيام، لابد أن نحذر ونحذر منها والله أعلم. الأصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك، السؤال الثاني تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ بالله يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق يقول ما دينك؟ إيش تقول؟ الإسلام ديني، أنا مسلم، مكتوب عندي في الهوية ميم سين لام ميم، ميم سين لام ميم،
هو لا يعرف إلا هذا. تسأل ما هو الإسلام؟ لا يدري. من نبي هذه الأمة؟ لا يدري. هذا مسلم؟ هذا لا. ميم سين لام ميم. وأراد الكفار أن نصل إلى هذا الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل. ما هو الإسلام؟ قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، والانقياد له بالطاعة. مسلم تطيع، أذن المؤذن لماذا لا تصلي؟ مسلم؟ قال نعم، إذن لابد تصلي. والبراءة من الشرك، وهذا قلنا وسطية أهل السنة في التعامل، لابد أن المسلم يتميز عن اليهودي عن النصراني، لا يمكن أن يحب اليهودي والنصراني. يحب له الخير؟ نعم، والخير في دخوله في الدين الإسلامي. يفي له بالعهود؟ نعم. يتعامل معه في البيع والشراء؟ لا إشكال فيها. هذا الإسلام. مراتب الدين كم؟ ثلاث مراتب الدين الإسلامي، ثلاث مراتب، ثلاث درجات. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. كل مرتبة لها أركان. أركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد، والله أعلم. هل الصحابة رضوان الله عليهم، السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام؟ نعم. إذن لماذا نحن نقول على طريقة السلف ولا نتذاكر العلم؟ وهذا ممكن يقول ما أحد يوم من الأيام سألني ما هو السؤال الذي تسأل عنه في قبرك. لماذا لا نتذاكر أخواننا؟ هل هذه طريقة السلف المذاكرة أو لا؟ طريقة السلف تذاكروا العلم وتناوبوا، كانوا على العلم يا أخواننا، لهم عندهم كانت مجالس للمذاكرة. طيب، إذن قلنا المرتبة الأولى الإسلام، والإسلام أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق، يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، أكفر بجميع ما يعبد من دون الله، أثبت العباد إلا أحد لا شريك له. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء سقف يقوم على عمودين، مثل هذا الدولاب الآن يقوم على أربع، لا إله إلا الله يقوم على عمودين. العمود الأول تكفر بجميع ما يعبد من دون الله، نفي. العمود الثاني إثبات، إذا أسقط عمود سقط البناء. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين: نفي وإثبات، كفر بالطاغوت، إيمان بالله. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله، إلا الله مثبت عباد الله وحده لا شريك له. الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة. لماذا قال إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ لماذا؟ حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها السنن، وتنتفي عنك الموانع. وقال إيتاء الزكاة. لماذا قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ لأنه لابد أن تؤخذ من أموال معينة في زمن معين بمقدار معين إلى الأصناف الثمانية. لأنه كثير من الناس يسأل الشيخ يقول أريد أدفع الزكاة لأمي، لزوجتي، لأولادي، لأخي. لا، ليس على ما تحب، مفهوم؟ إيتاء الزكاة لم يقل الزكاة. وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج يجب في العمر مرة على المستطيع، ومن استطاع يبادر الحج ولا يتأخر، والله أعلم. الإيمان، قد يسألك سائل يقول ما هو الإيمان؟ هل أنت من أهل السنة تقول أسأل الله يجعلني منهم، أنا لا أزكي نفسي، أسأل الله يجعلني من أهل السنة والجماعة وياكم؟ يقول طيب ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ تقول لا أدري. الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة، أركان الإيمان ستة، التعريف لابد فيه من أمور خمسة: قول باللسان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، تقول بلسانك، وهذا اللي تقوله بلسانك لابد أن تعتقد بقلبك ما تشك في طرفة عين، وتعمل بقلبك وتعمل بجوارحك. تعمل بقلبك تخاف من الله ولا تخاف من أحد كخوفك من الله، تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وتعمل بالجوارح، تصلي، تصوم، تتصدق، يزيد وينقص. إذن الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة: تعريف الإيمان، قول باللسان، واعتقاد بالقلب،
وعمل القلب والجوارح يزيد وينقص. السؤال الأول، إنسان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، يقول كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعتقد بقلبه، ماذا أقول عنه؟ لا يتكلم، ترى يسحب الجوال، انتبه. نعم، ما عنده هو الإيمان كاملا. نعم نعم، ارفع صوتك يا رجل، كافر خطأ، ليس مسلم، منافق، ليس عنده إيمان كامل، خطأ، ليس مؤمن، خطأ، منافق. لكن لابد أن تقول نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، الذي يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه منافق، نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، لأن عندنا نفاق أصغر، صح؟ تمام. إذا أنا بعد هذا نقول السؤال الثاني، إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد التوحيد، يعتقد الاتباع، يعتقد القرآن، الصحابة، كل شيء، لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام، ماذا نقول عنه؟ أعيد السؤال مرة أخرى، إنسان يعتقد كل ما جاء به الكتاب والسنة لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام، الإيمان ليس كامل، يقول غير مسلم، مع غير مسلم، ها ها يا شيخ، أئمة الكفر على هذا، فرعون على هذا، إبليس على هذا، أبو جهل على هذا، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أنا أرتب السؤال هذا أننا نتعلم أننا لسنا أهلا للفتوى، لسنا أهلا أبدا، لا أنا ولا أنتم، خلاص اتفقنا؟ تمام. إذن الإيمان قلنا يقول الإيمان قول عمل اعتقاد يزيد ينقص، إذا اختل شيء هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة، مفهوم يا أخي؟ لو يقول بلسان يعتقد بقلبه يقول هذا ليس بإيمان عند أهل السنة، هذا كفر، أئمة الكفر على هذا، خلاص؟ طيب، أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره والله أعلم. الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، والله عيب أن يسألك وانت طالب علم، بعض الناس يقول كيف أؤمن بالله، تقول لا أدري، أقل شيء لابد أن نضبط شرح مختصر أركان الإيمان الستة. تريد تكون مؤمن؟ كيف وانت لا تعرف شرح أركان الإيمان؟ ما معناها؟ كيف أحقق الإيمان؟ أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا سبحانه وتعالى. طيب ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا لا حصر لها، يمكن أن نجمل الأدلة في أربعة أدلة، عقل، نعم عقل، عقل لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس، تكون في كرب وشدة، ترفع يديك للسماء تقول يا رب فرجها، تنفرج، دليل محسوس، ترى بعينك. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على منبر عليه الصلاة والسلام بالمدينة وما في السماء من سحابة، لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء، هذا دليل محسوس ملموس، رأوا الصحابة، رأوا السحابة تخرج من وراء سلع. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، أخذوا يدعون، الصخرة تنفرج الأول، الثاني تنفرج، الثالث خرج يمشون، دليل محسوس ملموس. الرابع هذا مهم لكم، الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بتعلم اللغة الهولندية، إذا لم تعلم الولد اللغة العربية معنى هذا أنه سلك الطريق لماذا؟
لغير الفطرة، صحيح يتعلم لغة هندية لا إشكال، لكن لابد تعلم السنة، تعلم الفاتحة، تعلم ويقرأ مفاتيح العلم، لابد. ما الذي يمنعك أن تتكلم مع زوجتك أولادك في البيت باللغة العربية؟ إيش اللي يمنعك؟ الشيطان يريد تصل إلى هذا، يهوداني أو ينصراني أو مجلساني. والله لم أنت تعرف هذا أكثر مني. الرابع من الأدلة الكتاب والسنة، وهذه كثيرة جدا، بل ابن القيم رحمه الله يقول أن التوحيد لا تخلو منه آية، لا تخلو منه آية، وهذا كثير والله أعلم. الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة؟ نؤمن أنهم عالم غيبي، عالم غيبي يعني غابوا عنا لا نراهم، نؤمن بهم دون أن نراهم. خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام، وبما علمنا الله من أسمائهم مثل جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، وأعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. هذا الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالكتب هو الركن الثالث. كيف أؤمن بالكتب؟ نؤمن بأنها كلام الله، الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل كلام الخلق، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، بكلام له صوت وحروف ومسموع. ونثبت أن جميع الكتب كلام الله، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بجميع الكتب وبما علمنا الله من أسمائه، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى عليهم الصلاة والسلام، من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب، يعني لا نطالع في هذه الكتب، نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، هذا الإيمان بالكتب والله أعلم. الإيمان الرابع بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما علمنا الله تعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم، وأن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله كاذب وكافر كفرا أكبر، لا نشك في طرفة عين. ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان الخامس باليوم الآخر. المراحل التي يمر بها الإنسان هي كالأيام، عندنا مراحل خمسة أو أيام خمسة، يوم قبل أن تخلق، يوم قبل أن تخلق في العدم، ويوم أنت في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر برزخ، ويوم آخر الأيام، هذا اليوم الآخر. إذن بهذا الاعتبار كم عدد الأيام؟ خمسة. كيف أؤمن باليوم الآخر؟ تؤمن باليوم الآخر بأن تؤمن بكل ما يكون بعد الموت. إيش يكون بعد الموت؟ خروج الروح، قبض الملائكة لها، صعودا بها للسماء، تفتح وتغلق لأبواب السماء، عودتهم بالروح إلى الجسد، يسمع قرع نعالهم، سؤال الملكين على الأصول الثلاثة، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة،
النار، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط، كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. الركن الخامس من أركان الإيمان، السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة، يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. الثاني: أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. الثالث: المشيئة. هذا يقول: الآن بعد الدرس أريد أذهب إلى الفندق، شاء الله أن يذهب الفندق ذهب، شاء الله أنه لا يذهب والله لا يمكن أن يذهب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع: الخلق. فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، الله خلق كل شيء. هذه مراتب أربعة. ماذا أصنع أنا؟ لابد أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة، تحسن الظن في الله، تقول أن الله اختارني بأن أكون من أهل السعادة، أسأل الله يجعلني وأكون منهم من أهل الجنة، أعمل أسعى لهذا وأنا مؤمن، أدعو الله وأعمل وأحسن الظن في الله وأتجنب طريق أهل الشقاء، وأدعو الله أن يجنبني هذا الطريق وإياكم يا رب. أحسن الظن في الله، أجمع بين العلم والعمل والدعاء وحسن الظن، وبهذا أجمع بين القضاء والقدر، مفهوم؟ لكن بعض الناس نسأل الله السلامة يشرب الخمر وتسأله تقول: لماذا تشرب الخمر؟ يقول: لو شاء الله ما شربت الخمر، مفهوم؟ ايش تصنع معه؟ تضربه حتى يغمى عليه. فإذا أفاق من الإغماء وقال: ليش تضرب؟ قل: قدر الله، قدر الله أضربك. اقتنع اتركه، لم يقتنع اعطيه الثانية، مفهوم؟ أو خذ ما في جيبي، أي شيء، وكسر أو قطع النقود. لماذا؟ قل: قدر الله، ايش أصنع لك أنا؟ مفهوم؟ لا، أنت تقدر الخير، لماذا تقدر الشر؟ ولماذا لا ترضى أن تتقطع النقود؟ ولماذا لا ترضى أن أكسر القلم مثلا؟ إذا لابد أن تحسن الظن في الله وتعمل عمل أهل السعادة ولا تعمل بعمل أهل الشقاء، نسأل الله العافية. المرتبة الثالثة: الإحسان. الإحسان ركن واحد، تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة رغبة، حب، شوق فيما عند الله. أقوى دافع يدفع للعبادة هنا المحبة والشوق فيما لما عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم حتى تتفطر قدمه، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة، هذه لا يخرج عنها مسلم. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ عليه السلام، يا أخواننا، جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عالم ولا متعلم؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ معلم، وهو جاء في صورة متعلم. لماذا؟ لماذا؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم وهو جاء متعلم؟ لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر طلب العلم في لباسه، وسط، لا إفراط لا تفريط، في جلوسه، جلس لم يمد رجليه، مفهوم؟ نعم، جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يستخدم الجوال، تقول: لا يوجد جوال، يعني لم يلعب،
دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يجلس آخر شيء هناك، لا خطأ، هذا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع حتى يفقه. أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عندي سؤال، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ينتهي يقول الآن جاء وقت السؤال. إذن أدب، لابد أن الطالب يتأدب بالآداب. كان في الحقيقة هو متعلم، لكن عندما ظهر عليه آداب طلب العلم أصبح معلم. 6 حقوق يؤديها الطالب، ولا بد، حقوق 6، مع نفسه ومع زميله ومع كتابه ومع المكان الذي يدرس فيه ومع شيخه ومع العلم الذي تعلم. 6 حقوق. لعلكم البعض يسمع أول مرة، كيف لابد تؤديها وأنت طالب علم؟ أنا أطالبك بالحقوق 6، تؤديها ولا بد، لكن ليس معي، مع العلماء، والله أعلم. السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. السلف الصالح كان يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تلقن أنت الفاتحة والتشهد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. له من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. هو نبي ورسول. أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس الآيات الأولى من سورة العلق. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول، يا أيها المدثر، نبي بإقرأ، أرسل بالمدثر، بلده مكة، ولد بمكة، وهاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا يدعو؟ هذا أهم ما يكون، أو من أهم ما يكون، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إلى ما دعا عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى من بعث؟ من يعرف؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الثقلين، الجن والإنس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر، مخلد في النار خلود أبدا، لا يخرج منها أبدا، كان من كان، يهودي، نصراني، مجوسي، سمي ما شئت. أصلا هذا كاذب في قوله أنه متبع لموسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أمروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أن أتباعهم لابد أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كفر. إذن اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمن الآن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بكفار، والله ما نغشهم، ننصح لهم، نقول أنتم خالفتم ما جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هل هذا الدين كمل أو لا؟ من نعمة الله على هذه الأمة نعم كثيرة، منها أن هذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا الاتباع. مات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر عليه الصلاة والسلام. فرضت عليه الصلاة المفروضة 5 قبل الهجرة ب3 سنين. عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، وعظم ما أمر به التوحيد، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه، وعظم ما نهى عنه الشرك، والله أعلم. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بخاتمة ذكر فيها ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ذكر فيها ما يتعلق بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. العلماء الربانيين، لا يوجد عالم واحد معتبر من العلماء المعتبرين إلا ويقول بوجوب الهجرة. ابحث ما شئت لن تجد،
إلا حل واحد في أن تبقى في بلاد الكفر، وهو الدعوة إلى الله، تبقى داعية إلى الله. أما غير هذا ترك آثم، إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي اعقد النية من اليوم أنك تبقى في بلاد الكفر للدعوة إلى الله، وإلا ترى آثم. وبهذا أفتى العلماء، والدعوة في هذه الأيام من أسهل ما يكون. في القديم تحتاج إلى ذهاب، الآن من البيت تستطيع، لكن لا ترسل هذه الرسائل، لا، خذ الكلام الموثوق 100% كتب العلماء المعتبرة، ارسل، ارسل في التوحيد، في وجوب الصلوات الخمس، في الزكاة، في الطهارة، في كذا. هذه دعوة إلى الله، تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا أن المسلم لابد يكفر بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، من التجاوز، يتجاوز الحد بعض الناس ويعبد الأحجار والأشجار، طواغيت. يتجاوز الحد ويطيع العلماء والأمراء في معصية الله، طواغيت، جعلهم طواغيت. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، الأول إبليس نعوذ بالله منه، الثاني من عبد وهو راض، لو جاء إنسان للشيخ وسلم عليه وانحنى له بالركوع وبالسجود، إذا هذا قال الله يبارك فيك وجزاك الله خير، طاغوت لا شك فيه. لكن لو قال له رفع هكذا ويقول أجعلت الله ندا، مفهوم؟ إذن هو موحد. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا كثير في هذه الأيام، يقول غدا يفوز الفريق الفلاني 2-0، غدا يموت فلان، غدا يحدث كذا، كاذب وكافر كفرا أكبر. الخامس من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت مثل حكم الله أو أحسن، معتقدا هذا يكفر كفر أكبر، لكن قدم حكم القوانين لحب دنيا أو ما لذلك، هذا كفر أصغر، كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة. بهذا ولله الحمد تم هذا المتن، يعني باختصار شديد. ماذا عليك يا أخواننا؟ هذه المتون أوصى بها العلماء، ارجع للمتن، اقرأ المتن، احفظ الأدلة، احفظ التعاريف. عيب عليك لا تعرف معنى الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان ولا أركان الإيمان. تحفظ الأدلة، تراجعها مع إخوانك، تعلم الناس التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. كل واحد يذكر لي فائدة واحدة يحسن السكوت عليها. نعم. الفائدة نعم، العربية، تتكلم بالعربية في بيتك مع زملائك، هذا يعرف اللغة العربية، لماذا لا تكلم بالعربية؟ صح؟ الآن اللغة العربية عندك تنقص، والله إذا لم تتكلم بها تنقص، بعض الكلمات راحت عنك، صحيح؟ أي نعم، نعم. الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فإذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مثل بعض الناس الحالة يضعها في الجوال في الواتساب، والنار وأشياء يعني يضع غريبة، والغنم. يا أخوان اغتنموا هذه الفرصة، والله تسأل. نعم يا أخي. لابد أن نعلم التوحيد، لابد أن نعلم التوحيد، لأننا نشك في التوحيد. إذا لابد أن نعلم التوحيد ونبدأ بالتوحيد كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم الإيمان، ما معنى الإيمان، ولابد أن نعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. الله يفتح عليك. مراتب الدين الثلاثة، يقول تعلمنا مراتب الدين ثلاثة، إسلام، إيمان، إحسان، وكل مرتبة لها أركان. الصبر ثلاثة أقسام. أولا لابد تصبر على العلم،
وتصبر على العمل وتصبر على الدعوة، وأنواع الصبر الثلاثة. نعم يا أخي. طلب الشخص يكون إذا كان حيا وقادرا. نعم، يقول أصح يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه بشروط أربعة: حي، حاضر، قادر. أعتقد أنه سبب. لابد أن نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه ونحذر منه. أما الحكم على أشخاص هذا ليس لنا. الدعوة إلى غير المسلمين. لابد ندعو غير المسلمين. نعم. لسنا علماء ولا. لسنا علماء ولسنا أهل للفتوى، لكننا أهل لأن نعلم الذي تعلمنا نثق فيه 100%. نعم، الفرق بين الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. الله يجزاك خير. يقول إلى متى ونحن ندرس الأصول الثلاثة؟ عيب. هذا المجلس آخر مجلس ندرس فيه أصول ثلاثة. لو جئت المرة القادمة وقال الشيخ مصطفى ندرس أصول ثلاثة، قل لا، تعلمناها، اختبر ونرتقي. هذا الأخ الآن لو نقول له نعيد لك الآن أولى ابتدائي، تقبل؟ تدرس سنة كاملة أولى ابتدائي؟ ما يقبل. 6 سنوات أولى ابتدائي ما يمكن. يقول تحطمني أنت، ما أقبل لو تعطيني ملايين. صح، لكن كل ما يأتي عالم يدرسنا أصول ثلاثة، يأتي الثاني أصول ثلاثة، الثالث أصول ثلاثة. نعم ممكن تأتينا دروس مذاكرة مثل ما يصنع الشيخ العصيمي حفظه الله، هذه المتون يعيد عليك تسمعها مذاكرة يصح، أما أعيد عليك الدراسة مرة أخرى أولى ابتدائي ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي، والله ما ترضى. جزاك الله خير على هذه النصيحة. أخذنا أنه لابد أن الحقوق متبادلة، كما أنه الطالب له حق على الشيخ، الشيخ له حق على الطالب، حقوق متبادلة، يؤدي الطالب حقوق 6. نعم. الأساس يقول العلم، وكل من أتقن شيئا عرف به. إذا أتقنت العلم إيش تكون؟ إيش يقال عنك؟ عالم. أتقنت اللعب إيش يقال عنك؟ وأتقنت الضحك ضحاك، صحيح؟ نعم. وأتقنت الفن يقال عنك نسأل العافية السلامة فنان يعني حمار. نعم نعم يا أخي. نعم، المتعلم إذا عمل قد يكون بهذا معلم. وأنتم الآن دعاة إلى الله شئتم أم أبيتم، تعاملك مع الناس صحيح، كيف تتعامل، كيف تنظر للنساء، كيف تتعامل مع الرجال، كيف تتعامل في حياتك اليومية. الطواغيت 5، رؤوس الطواغيت 5، لابد أن نحذر ولا تظن أنك سالم، انتبه، لابد تحذر. نعم الشيخ. للبقاء في بلاد الكفر يجب تصحيح النية، تصحيح النية بأن تبقى للدعوة إلى الله وحفظ يعني التعريفات والمتون. لا تمام، بعلم. نعم. كانت عندي نفس. طيب نعم. واحنا اخذنا فائده واحده الله يسامحك انت هو. نعم. ايام الانسان 5، ايام الانسان قلنا 5، يوم في العدم، ويوم في الاجنه في البطن، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر برزخ، ويوم الاخر. الله يفتح عليك. معامله مع الكفار متوسط، اننا نتوسط في التعامل مع الكفار ونبين هذا لهم ونقول نحن لا نغش الكفار، ننصح لهم. لا إفراط ولا تفريط. نفي والإثبات. لا إله إلا الله يقول تقوم على ركنين: النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. نعم. شم. يا أخواننا والله هذه المتون وضع الله فيها البركة، فنحن نأخذ بمتون العلماء التي أوصى بها العلماء ونمشي على هذا حتى يفتح الله علينا، لكن نتعلم تعلم حقيقي. أما نتعلم هكذا تسمع وتمشي لا يصلح، كل مرة ندرس أصول ثلاثة لا يصلح. فالمرة القادمة إذا أردتم نسأل
ونختبر ثم نأخذ درس جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. كيف تكون دعوة غير المسلمين؟ كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود نصارى أهل الكتاب، لديهم كتب لديهم حجج. قال ناظرهم؟ لا. قال بين ما هم عليه من أخطاء وضلالات؟ لا. إيش قال؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وحد الله. إذن أسرع طريقة لدعوة غير المسلمين توحيد بس. أما تقول له، شوف أنا الآن هذا أقول له، أقول عندكم كذا في المغرب، يقول أنتم عندكم في السعودية كذا، وما ننتهي صح. وجربوا هذه الطريقة عندنا، مركزين للدعوة. المركز الأول 50 ممرضة فلبينية، المركز الثاني 50 ممرضة. الداعية هنا توحيد فقط، الداعية هنا مناقشة. بعد شهر الحصيلة 50 أسلم 40 عند التوحيد، هنا عند المناظرة سلمت واحدة. هذا الداعية اللي هنا يقول هذه أتعبتني ليل نهار وتعطيني شبهة وأرد عليه، شبهة وأرد عليه، فهمت؟ إذن أسهل طريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف هنا عندكم بعض المراكز موجود في أوروبا، يأتي الرجل يدخل في السلم، قال لا انتظر فكر، هل أنت يعني تريد الإسلام أو لا؟ ليش؟ كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يا أشهد مباشرة، ما يقول له انتظر فكر. وما يعني بعض الناس يقول اسمع ترى الإسلام فيه ختان، والإسلام ترى إشكال، ممكن الآن زوجتك خلاص تذهب عنك. لا، خطأ، هذا خطأ في الدعوة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنت لا تخاطب شيء إلا بالشهادتين، تقول لا ختان ولا شيء. حتى مرأة جاءت وقالت ما أريد حجاب، نقول من قال لك تتحجبي أصلا؟ نريد تدخل الإسلام. إذا دخلت الإسلام شرح الله صدرها. ومسلمة سافرة أو كافرة محجبة أفضل؟ الأولى، فهمت؟ جاء نصراني إلى الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم إمام، قال يا إمام إنه أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من دخول الإسلام؟ حب للخمر. قال له الضحاك أسلم وإن شئت شربت الخمر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول. قال أنت الآن مسلم، ترجع للدين يقتلك السلطان، تشرب الخمر يجلدك السلطان، خلاص لا محر، مفهوم؟ إذا لابد في الدعوة من شروط خمسة. الأول إخلاص أدعو إلى الله، الثاني العلم الشرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة السنة والصبر، هذه خمسة شروط في الدعوة إلى الله، والله أعلم.